تستحوذ مدينة صحار على أهم المناطق الصناعية على مستوى السلطنة. ومن أهم المشاريع الصناعية الكبيرة في صحار ميناء صحار الصناعي. تقع مسؤولية تطوير وإدارة الميناء والمنطقة الحرة بصحار بالشراكة بين حكومة سلطنة عمان وميناء روتردام الهولندي، لتكون قاعدة صلبة للصناعات الثقيلة ضمن أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020. اتسعت رقعة التنمية الصناعية في صحار منذ بدأها. بدأنا عمل الميناء في 2004، وكان أول مشروع صناعي هو مشروع المصفاة في الميناء اللي بدأ العمل فيه في 2005 أو 2006. ومنذ ذلك الحين إلى الآن وصلت حجم الاستثمارات في صحار حوالي 25 مليار دولار أمريكي بما فيها المنطقة الحرة في صحار. الوظائف المباشرة التي تحققت من خلال هذه المشاريع تقريبا 10,000 وظيفة مباشرة بنسبة تعمين تصل إلى حوالي 50%. هذا إلى الوظائف الغير مباشرة التي تحققت من خلال هذا المشروع. ينقسم ميناء صحار الصناعي إلى عدة مناطق رئيسية، من بينها المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة وأرصفة الشحن وتفريغ الحاويات والنقل اللوجستي. تم استئجار أرصفة الشحن وتفريغ الحاويات في الميناء من بعض الشركات العالمية لإدارة عمليات الشحن والتصدير. جهز الميناء لمناولة 1.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما سنويا، شاملة البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها. ويضم الميناء رافعات بمقدورها مناولة ناقلات الحاويات العملاقة التي تبلغ حمولتها 20,000 حاوية. تقع منطقة صحار الصناعية مسافة محددة خلف أرصفة الشحن وتفريغ الحاويات داخل ميناء صحار الصناعي. تبلغ مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع تقريبا، وتعتبر من أكبر الصناعية والأكثر نموا في السلطنة. من بين شركات الصناعات التي أنشئت في منطقة صحار الصناعية عام 2007 شركة فالي البرازيلية العالمية لصناعة التعدين لإنتاج كريات خام الحديد. يشتمل مجمع فالي الصناعي على وحدتين لإنتاج كريات خام الحديد عبر الاختزال المباشر بسعة إنتاجية تصل إلى 4,500,000 طن متري سنويا لكل وحدة، إلى جانب مركز للتوزيع بسعة تشغيلية تبلغ 40 مليون طن متري سنويا. يجلب خام كريات الحديد من البرازيل بواسطة السفن، ثم ينقل مباشرة من السفن للمصنع بواسطة أبراج التحويل وأحزمة النقل الآلية الموجودة في المصنع. يتميز ميناء صحار الصناعي بعمق مياهه بسبب موقعه على بحر عمان بعيدا عن مضيق هرمز، مما يسمح لرسو ناقلات خام الحديد العملاقة التابعة لشركة فالي. وزود الميناء بأحدث التقنيات في مناولة البضائع السائبة والجافة. بعد إنزال مسحوق خام الحديد من السفن إلى في مصنع فالي، تجهز عدة خامات مع مسحوق خام الحديد لتكون مناسبة لصناعة كرات الحديد عند خلطها معا داخل أفران المصنع.
يمر خليط خام الحديد داخل أفران المصنع بعدة مراحل تحت ضغط درجات عالية لصهره وتصفيته وتكويره. يدار المصنع من قبل الفنيين الأجانب والكوادر العمانية، ووصلت نسبة التعمير داخل المصنع إلى 52% من عدد العاملين في المصنع. وتعتبر السلطنة واحدة من بين 38 بلدا في العالم تعمل بها الشركة. ولدى الشركة أكثر من 126 ألف موظف حول العالم. تستخدم كريات حديد مصنع فالي في مختلف مصانع الحديد في عمان والعالم، ويتم تحويلها إلى كتل من الحديد الخام. تأسست شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية أوربيك التي لها تواجد في ميناء صحارى الصناعي بدمج ثلاث شركات عمانية تعمل في قطاع النفط والغاز، وهي العمانية للمصافي والبتروكيماويات المحدودة، والعمانية للعطريات البتروكيماوية، وعمان بولي بروبلين. تعد أوربيك إحدى كبرى الشركات في سلطة ومن أسرع شركات صناعة النفط نمواً في المنطقة. يعتبر مشروع توسعة وتحسين مصفات الصحار نقلة اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. تقع منطقة صحار الحرة التابعة لميناء صحار الصناعي على مسافة قريبة خارج أسوار الميناء، وتهدف جذب استثمارات صناعية والقيمة المضافة لتعزيز التنمية الاقتصادية في السلطنة. من المصانع المهمة الموجودة في منطقة صحار الحرة شركة الخدمات والتجارة للرخام، وهي شركة عمانية خاصة تعمل في مجال صناعة. ويعتبر الرخام العماني الخام من أجود أنواع الرخام في العالم. يجلب الرخام الخام من المحاجر الخاصة على شكل كتل ذات أحجام كبيرة إلى المصنع. يدخل الرخام في عملية الغسل والتقطيع وإزالة الشوائب بأفضل المعدات العالمية التي يستخدمها المصنع. يحول الرخام بعد ذلك إلى أحجام أقل سمكة لتسهل عملية صقله. الرخام الطبيعي هو عبارة عن صخر كلسي متحول يتكون من الكالسيت النقي جدا على شكل بلوري لكربونات الكالسيوم، يستعمل عادة في النحت والبناء. يدخل الرخام السميك بعد ذلك في آلات الصقل لتمليسه وتقطيعه إلى أحجام محددة ومتعارف عليها لتكون حسب احتياجات ومتطلبات الأسواق. يستهلك جزء من رخام شركة الخدمات والتجارة داخل سلطنة عمان، ويصدر الجزء الآخر منه إلى مختلف دول العالم. افتتح مصنع الكثبان للصناعات عام 2015 في منطقة صحار الحرة، وهو نموذج للشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف لرفض الاقتصاد الوطني بمزيد من العائدات. يختص المصنع في سبك وتصنيع المعادن وعمل الأسيجة والحواجز الفولاذية التي تستخدم كحماية في الطرق الرئيسية وإنتاج بعض المشتقات المعدنية الأخرى. تقدر مساحة المصنع بخمسة هكتارات تم استجارها من منطقة صحار الحرة.
يستخدم المصنع أحدث الآلات والمعدات المتخصصة في تصنيع وجلفنة حواجز حماية الطرقات. استفاد المصنع من الحاجة لبناء وإنشاء الطرق الحديثة والسريعة لربط أجزاء البلاد، فعمل على تلبية احتياجاتها من الحواجز الفولاذية دون الحاجة لاستيرادها. ولما تتمتع به منتجات هذا المصنع من جودة، فإن جزءا منها يصدر للخارج. من المشاريع المهمة المقامة في منطقة الصحارى الحرة مصنع الخليج لتعدين السبائك. افتتح المصنع عام 2015 ويعمل على توطين الصناعات الثقافية ويضيف قيمة صناعية مضافة عالية للكروم العماني. وتتطلب صناعة الكروم استخدام خام الكوارتز مع خامات أخرى خاصة. يرفع هذا الخليط عن طريق الرافعات الآلية إلى داخل الفرن ليتم صهره معا. يعد هذا المصنع أن يقام على مستوى السلطنة لإنتاج كريات حديد الكروم، والذي يدخل في العديد من الصناعات الثقيلة على مستوى العالم. تم في المرحلة الأولى إقامة اثنين من أفران الصهر التي تعمل بالطاقة الكهربائية وبطاقة استهلاكية تقدر ب 13.5 ميجا فولت أمبير لكل فرن في الشهر. ويتوقع أن يصل إجمالي استهلاك المصنع من الطاقة الكهربائية بكامل طاقته الإنتاجية في حدود 32 ميجا فولت أمبير في الشهر. يساهم المصنع في تنويع مصادر الدخل القومي للسلطنة، ويدار بالخبرات الأجنبية وبكوادر وطنية ماهرة. تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع في حدود 50,000 طن متري سنوياً من كريات معدن الفيروكروم الحديدي عالي النقاوة بواقع 2,100 طن في الشهر لكل مصهر. ومع تعزيز المصنع بمصهر ثالث سيزيد الإنتاج ليصل إلى 100,000 طن متري سنويا. يخرج المنتج النهائي من الأفران على شكل سبيكة كروية من حديد الفيروكروم عالي الجودة الذي يستخدم في الحديد المقاوم للصدى، ستانلس ستيل والأصباغ وغيرها من الاستخدامات الصناعية الأخرى. من المناطق الصناعية الأخرى المهمة في ولاية صحار منطقة صحار الصناعية، وهي أقدم منطقة صناعية في صحار، وتتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وافتتح عام 1992. تعد منطقة صحار الصناعية من أهم المناطق الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتعد من المناطق الأسرع نموا. تتميز منطقة صحار الصناعية بالموقع الاستراتيجي نظرا لقربها من ميناء صحار الصناعي، والذي يعد من أهم الموانئ من حيث الموقع، وأيضا من حيث الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الاستثمار والمستثمرين. تبلغ مساحة منطقة صحار الصناعية حوالي 21 مليون متر مربع. تم تقسيمها إلى 7 مراحل. تم قامت المنطقة طبعا بتطوير المراحل من الأولى وحتى المرحلة السادسة بمساحة تزيد على 10 مليون متر مربع. وحاليا تقوم المنطقة بتطوير المرحلة السابعة الذي تعد من أكبر المراحل، ويصل مساحة المرحلة السابعة في حدود 8.5 مليون متر مربع. من الشركات المهمة في منطقة الصحارى الصناعية شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية،
أنشئت الجزيرة للمنتجات الحديدية عام 1997، وهي شركة مساهمة عمانية. أجود أنواع صفائح الحديد المستخدمة في تصنيع وإنتاج الأنابيب بأحدث وأرقى المعدات والأجهزة في العالم. وتحافظ الشركة على معايير نظام إدارة الجودة. بسبب نجاح منتجات المصنع، تم بناء مصنع آخر قريبا من موقع المصنع الحالي. تبدأ مرحلة الأنابيب من منتجات الحديد المدرفلة على الحرارة المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية. تتحول الأنابيب الحديدية في نهاية مرحلة التصنيع إلى عدة أشكال دائرية بنوعيها الأسود والمجلفن. تكون بنهايات عادية أو ملولبة مطابقة للمواصفات العالمية API, ASTM, BS, DIN, EN. بالإضافة إلى الأنابيب، ينتج المصنع الزوايا والأخاديد وحديد التسليح. ومع مرور الوقت أصبحت الشركة واحدة من أبرز الشركات المصنعة للأنابيب الحديدية في المنطقة. تصدر منتجات المصنع إلى 25 دولة في جميع أنحاء العالم. الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية من الشركات المهمة في إنتاج المواد الغذائية في منطقة الصحارى الصناعية. تأسست عام 1997 وبدأ نشاطها التجاري عام 2001. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع وتسويق أغذية الأطفال تحت العلامة التجارية اختيار الأم، على أمل أن يكون هذا الاسم سهلا على لسان جميع الأطفال والأمهات. يعجن خليط بسكويت الأطفال بأحدث الآلات العالمية وباستخدام الجزء الأكبر من المواد الخام التي تنتج محليا، وتتعدى القيمة المضافة للمنتج 70%. تدار أفران صنع البسكويت والبقسماط بطرق آلية وباستخدام أحدث النظم العالمية. يشتمل الإنتاج على خطين منفصلين، هما خط الحبيبات وخط البسكويت. تبلغ طاقة الإنتاجية لخط الحبيبات 4,000 طن في السنة، أما الطاقة الإنتاجية لخط البسكويت فتبلغ 2750 طن في السنة، مع القابلية في التوسع وزيادة الإنتاج. حصلت الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية على أعلى شهادة أوروبية للمقاييس والسلامة الغذائية من مؤسسات الخدمات الأوروبية للسلامة والرقابة الغذائية. يدار المصنع بكوادر وافدة وكوادر عمانية تم تدريبها في المصنع، كما أن غرفة التحكم على خط الحبيبات يديرها الفنيون العمانيون بأحدث الطرق المعروفة. تنتج الشركة مجموعة من المنتجات التي تشمل حبوب الإفطار وبسكويت الأطفال وحليب الرضع ومسحوق الحليب الفوري ومنتجات أخرى خاصة بتغذية الأطفال. تسويق منتجات الشركة داخل أسواق دول مجلس الخليج وتصدر إلى مختلف دول العالم.
تنتج الشركة أيضا منتجات شركة هاينز، وترجع ملكية الشركة إلى شركة والإمارات للاستثمار القابضة. أقامت شركة الخليج الدولية للأنابيب أول مصنع لصناعة الأنابيب وأغطية الضغط العالي في سلطنة عمان. بدأ إنتاج المصنع عام 2008 في منطقة صحارى الصناعية بتكلفة 100 مليون دولار لمساهمة عمانية وخليجية ودولية. ويمثل هذا المصنع قيمة مضافة للاقتصاد العماني. يستخدم المصنع أحدث أنواع تقنية صناعة الأنابيب بما يعرف بالجيل الخامس، باستخدام أفضل صفائح الحديد التي يتم تقطيعها بواسطة آلات القطع إلى مقاسات محددة بدقة. ثم تحول الصفائح الحديدية باستخدام الحرارة والضغط العالي والتبريد أو ما يعرف بالمقاومة الكهربائية إلى أنابيب فولاذية كربونية ملحومة تتحمل الضغط العالي. يتراوح قطرها الخارجي من 28 بوصة وبسماكة تصل إلى بوصة واحدة وطول يصل إلى 18 مترا. وتستخدم هذه الأنابيب غالبا في استخراج النفط والغاز في صحراء، ويصدر جزء منها إلى الخارج. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع حوالي 250 ألف طن